كريم، يعني في البداية عاوزين شايف ازاي ماتش الأهلي النهاردة في ظل الضغوطات اللي موجودة عليه بعد الخسارة اللي هو راجع منها في بطولة الأمم الأفريقية؟ أكيد طبعا ماتش النهاردة أكيد هي متأثر بنتيجة مباراة سان داونز. النادي الأهلي أنا بصراحة مشفق على اللعيبة ومشفق على الجهاز الفني. كم الارتباطات اللي الفريق بياخدها من حوالي سنتين متتالية ومختلفة، وأصعب حاجة في وجهة نظري ان الفريق يكون بيلعب في بطوله وهوب بعديها بثلاث ايام يروح بطوله وهوب بعديها بثلاث ايام يروح بطوله تانية. دي فيها ضغط مشكله. ليه بقى؟ عشان برضه الساده المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، طبيعه المنافسين بتختلف. مثلا المنافس المحلي له طريقه لعب بعيده عن قوه او ضعف، ما بتكلمش على قوه او ضعف، يعني مثلا المنافسه هنا في مصر الفرق مع بعضها ليها سيستم، صح. المنافسه القاريه ليها سيستم تاني خالص، وكمان القوة البدنية بتنافس على دوري ابطال افريقيا، يعني برضو لقب كبير يعني. لا مش بتكلم والله كقوة وضعف، لان دي عملية تناسبية، يعني نسبة تناسب، لكن انا بتكلم على فكرة اسلوب اللعب. انت متعود دايما على اسلوب لعب معين هنا في الكرة المحلية. ممكن لو اقول لك ايه، العب خمس ماتشات وتلعب ماتش قاري، اوكي مفيش مشكلة، لكن انت بتعمل دلوقتي انت بتلعب ماتش محلي، ماتش قاري، ماتش محلي، ماتش قاري، فده لحد ما ساعات بيعمل نوع من انواع البلبله عند اللعيب نفسه. ماتش سان داونز طبعا اكيد الجمهور زعلان، جمهور النادي الاهلي زعلان، والنتيجه سلبيه، كمان خساره في اخر خمس دقائق وسط هذا كم من الفرص الضايعه، وفرص غريبه بصراحه، يعني النادي الاهلي ضيع كميه فرص غريبه جدا مع وجود خطا تحكيمي اكيد مش هنغفله للحكم المغربي رضوان جيد، لكن في كل الاحوال اعتقد النادي الاهلي يعني قادر ان هو يعدي المرحله دي في افريقيا، وده اكيد طبعا اعتقد اوله ماتش الليله النهارده ان شاء الله. الفكره ان موسيماني دايما بيبقى عنده خلطات وتحذيرات بطريقته. معتقد ان موسيماني هيجرب يشوف ايه اللي هيحصل، ولا هو حاطط حاجه في مخه، ولا هو ممكن يجرب الاول يشوف الشوط الثاني وبعدين يبتدي يعدل الشوط الاول، عفوا، بعدين يبتدي يعدل في الشوط الثاني حسب مجريات الامور وحسب اللعيبه. برضو احنا ما ننكرش ان هم منهكين من يعني بطولات كتير ومباريات كتير، وكمان مديرين فنيين كتير، يعني سواء اللي بيلعب في الاهلي اللي بعدين يطلع على المنتخب ويرجع تاني. اللخبطه في اسلوب الاداره برضو بتاثر. شوفي كويس جدا انك فتحتي الموضوع ده، لان فكرة بيتسو موسيماني ما زال الناس ما عندهاش رأي ثابت. يعني احنا فعلا بيتسو موسيماني لما نيجي نبص على تقييمه في الشارع الرياضي هنلاقي 50-50، مش هنلاقي فيه وسطية، هنلاقي يعني آراء حادة جدا 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 لصالحه وآراء حادة جدا 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 ضده. طيب ليه احنا واصلين للمرحلة دي؟ بسبب التذبذب في الأداء والنتائج في بعض الأحيان. انا ما بحللش نتيجه، انا فعلا بحلل الاداء. ماتش سان داونز النادي الاهلي لعب مباراه حلوه مقبوله، ما اقدرش اقول الاهلي كان وحش، لا الاهلي كان مقبول جدا. كم الفرص اللي وصل بيها، كم الكرات العرضيه اللي تم لعبها في المباراه، الباسنج جيم مع فريق زي سان داونز، بنتكلم فريق سان داونز واحده من احلى الفرق اللي بتلعب كره في افريقيا، شفنا يعني فريق منظم، تروس موجوده مع بعض بيتناقلوا الكوره بشكل منظم جدا جدا جدا. فانا مش شايف ان الاداء كان سيء للدرجه اللي كان فيه طبعا بعض الانتقاد اكيد، لان احنا في الوقت الحالي وفي ده ما كانش شعور في الشارع قوي. بصي خلينا اكون صراحه، في عصر السوشيال ميديا احنا بنحلل نتيجه، صح. الفرقه كسبت، بتكلم على اهلي زمالك منتخب، يعني بينهم الثلاث يعني فرق دول، دول ليهم اكبر كم من النقد. لا وللاسف الراي اللي بيقود هو السوشيال ميديا. ايوه بالظبط. فلو الفريق كسب الله ايه الحلاوه دي، ما فيش اعظم من كده، بعيدا عن اي شيء تاني. الفريق خسر مهما تعبوا ومهما عملوا، ايه القرف ده، ويجي الحمل على المدرب الفني. بالظبط، هي الازمه. طيب لا احنا محتاجين نبقى واقفين صح، لان النهارده كره القدم والرياضه بشكل عام تحليل البيانات والتحليل الرقمي بقى مهم جدا 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 فيها. طيب. عشان نقدر نفوركاست ونبص على الفتره اللي جايه. تاني النادي الاهلي مش بشكل جيد، الفرقه في ماتش سان داونز فعلا كان واجهها سوء حظ غريب، مش شرط ان هو يواجهها كل مره. انا شايف بيتسو موسيماني ردا على سؤال حضرتك وجد السنه دي توليفه جيده لما غير طريقه اللعب ليه في الدوري،
ب 3 4 3 يعني معظم مباريات الدوري السنه دي شفنا بيتسو موسيماني بيلعب ب 3 4 3. المباراه الوحيده اللي رجع فيها الاربعه ورا هي المباراه اللي هو تعادل فيها قدام فيوتشر منافس نادي الزمالك بكره 1-1 في المباراه اللي كريم نيدفيد لاعب النادي الاهلي السابق جاب فيها هدف التعادل في الشوط الثاني. فانا وجهه نظري هو النهارده يفترض يرجع ل 3 4 3 اللي هو عدل بيها حاجات كتير عن السنه اللي فاتت، ولكن النهارده في مشكله وحيده عنده ان الافراد والاسماء اللي بيستخدمها لتطبيق 3 4 3 بعضهم غايب عنه. ايمن اشرف غايب، بدر بنون غايب، اكرم توفيق الفول باك اللي هو بيعتمد عليه في الجبهه اليمنى مصاب وربنا يشفيه. غياب الاسماء دي ربما يجبره ان هو يكمل يلعب ب 4 2 3 1 لحين عوده اول واحد فيهم واهم واحد ايمن اشرف. فنستنى ونشوف. بس في لعيبه مش مستريحين، يعني قفشه تحسه مش عارف يتحرك، مش يعني مش قافش. انت محضره تاكتكس حلوه قوي، بما انك تاكتكس بقى وواحد خلي بالك هي رياضيه لا 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 عظيمه عشان ما بتفين يعني حلو قوي. فنفتح بقى شوفي وجهه، طبعا سؤالك ممتاز. وجهه نظري ازمه قفشه مع المنتخب ومع الاهلي، ان احنا خلينا نتكلم بصراحه، واضح ان في ازمه. كيروش ما بيلعبش قفشه منذ البطوله العربيه واستمر الامر في البطوله الافريقيه، والنادي الاهلي قفشه في بعض المباريات الناس بتلاقيه بادئ على الدكه او بيلعب اساسي في ايه على الخط. طيب الفكره ببساطه ان بيتسو موسيماني كل واحد عنده فكره، يعني ما اقدرش اقول بيتسو موسيماني هو كيروش، لا ده ليه فكره وده ليه فكره. طيب ايه بيتسو موسيماني، ايه مشكلته؟ موسيماني اتعلم من السنه اللي فاتت ان انا عندي ازمه في مساله الدفاع بتاع المجموعه الاماميه، كام واحد بيرجع يدافع من احنا مثلا بنلعب 4 3 1 في 4 قدام راس الحربه الصريح والبلاي ميكر ما بيرجعوش، الاثنين الجناحات بس هم بيرجعوا، فكده انا كده واقع مني كام؟ 2 في الدفاع. يبقى انا كده مثلا لو في فريق قدامي هاجمني ب 8 او 9 يبقى هو نفس العدد او زاد عليا بواحد. طب انا عايز الناس كلها تدافع اعمل ايه؟ بدا يفكر في توظيف جديد لقفشه. انا وجهه نظري تفكيره منطقي في حاله واحده بس، لما يلعب 3 4 3 ما يلعبش 4 3 2 1. ليه؟ لان 4 3 2 1 وقفه اللاعبين بتخلي قفشه هيلعب على الخط غصب عنه، مفيش بلاي ميكر مفيش صانع العاب. طب هيعمل ايه قفشه لما يلعب على الخط؟ هيضطر انه يرجع طول الخط يدافع مع مين؟ مع اللعيب اللي وراه. في 3 4 3 لا، في اثنين مأمنينه. ازاي؟ ان في 3 4 3 في 3 مساكين ثابتين اصلا في الطريقه، والاثنين الفول باكس طايرين طول الوقت وقفشه قدامهم. فقفشه لو بيلعب على الشمال هيبقى مين وراه؟ هيبقى وراه علي معلول. وهيبقى وراه المساك الثالث اللي واقف ورا علي معلول. عشان كده بشوف ان قفشه ممكن يلعب بشكل اساسي بس بشرط واحد، انه يلعب ب 3 4 3 او انه يرجع بقى لل 4 2 3 1 بتاعته العاديه اللي فيها بلاي ميكر موجود فيها، وهي اللي هي شبه طبعا الطريقه اللي كان بيلعب بيها السنه اللي فاتت. طيب شايف ان ممكن موسيماني يغير الادوار بقى مش بس قفشه علشان يريح واحد زي معلول واحد زي هاني ويبتدي يدفع مثلا بفؤاد ومحمود وحيد؟ شوف طبعا اعتقد ربما في بعض الاحيان بيضطر يعمل كده بسبب الاجهاد. يعني انت النهارده بتتكلم طبعا برضو علي معلول كان احد افراد المنتخب التونسي في كاس الامم، وشفنا برضو يعني البطوله فعلا جت في توقيت صعب في ظروف صعبه، واللعيبه بصراحه يعني كم السفريات اللي سافروها في الفتره الاخيره متعبه جدا. بنتكلم على لعيبه كانت في الكاميرون يعني في وسط ادغال افريقيا، هوب خد الطياره واطلع بيها يلا على الخليج عشان عندك مونديال انديه، هوب خلص واطلع على السودان، هوب تعال على مصر، يعني برضو في ارهاق شديد. اكيد طبعا مهم موضوع الروتيشن وتدوير اللاعبين عشان اللعيبه ما بقاش مصابه بحاجتين، الاجهاد والملل. برضو بعيد عن الاجهاد في ملل، يعني ساعات انا بقى خلاص انا زهقت بجد ملل، ده مش لاحقين. منين الملل؟ مش عارفين يتنفذوا، مش لاحقين يعملوا نفسهم. ملل من اللعب كتير، الممارسه الكتيره يعني للرياضه بشكل زايد عن اللزوم ساعات بيجيب ملل. خلاص بقى انا زهقت، تخيلت عايز اخد عايز اخد العكس هو يعني اجهاد متفقين آه لكن ملل لا لا ساعات وبعدين خد بالك ان الامور يعني متغيره. نعم. منافسات افريقيه مع منافسات محليه. صحيح صحيح. فيعني لا كسر الروتين خالص. بص ده احنا بنتكلم في ايه دايما في الرياضه بشكل عام مش في الكوره بس، تجديد الدوافع. تجديد الدوافع ده من الطب النفسي الرياضي، ما هو الرياضه برضو فيها طب نفسي. واحدة من النقط المهمة ازاي النهاردة الجهاز الفني يقدر يجدد الدوافع عند اللعيبة، ليه؟ اللعيبة متشبعة، يعني النهاردة مجموعة من اللاعبين في شارع بيبقى سايق
الاهلاويه الدرع اللي مش موجود في الجبلايه مش هيهدوا غير لما ياخدوه. ده سيستم كده عند شارع الاهلاويه. صحيح صحيح. الدرع مستنيين، فهم اعتقد ده موتيف بما فيه الكفايه انه يجدد الدوافع ويجدد الحماس عند اللعيبه. ده فكر يعني اهلاوي بحت. صح، متفق معاك. ووضعا واكد كمان على كلامك بان في خساره للدوري السنه اللي فاتت. يعني النادي الاهلي بيقول لك الدرع لازم يعني. فبالتالي النهارده احنا ماشيين على تو تراكس في نفس الوقت. خلي بالك، تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي لم تحدث في تاريخ افريقيا كلها، مش الانديه المصريه بس، كلها. مفيش فريق في افريقيا خد ثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض. ملوش علاقه بان ده دافع درع الدوري بس. صح، لا نقاش. هذه نقره وهذه نقره، مش مختلف. لكن برضو الدوري طبعا ماشيين مع بعض. هنا في امنيه ان الرقم ده يتحقق بتحقيق اللقب الافريقي للسنه الثالثه على التوالي. وفي نفس الوقت مهم جدا ان الناس مش تستحمل ان موسيماني يخسر الدوري السنه الثانيه على التالي. عشان كده ليه بقول النهارده مباراه فاركو مهمه جدا، لان النادي الاهلي السنه اللي فاتت لم يخسر الدوري بسبب المنافس المباشر للنادي الزمالك. النادي الاهلي السنه اللي فاتت واخد 4 نقط من الزمالك في الماتشين. طب تعالى نتكلم على الزمالك بقى، واحنا بنتكلم في يعني الاهلي والزمالك، ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش. وتحديدا عنده مباراه مهمه جدا بكره، والاحداث مثيره قوي والاحداث